الحياة لوحة كبيرة متكونة من تفاصيل صغيرة، برنامجنا هيجمع التفاصيل ويرسم اللوحة. أهلا بيكم في موزايك. هو فن اللحظات الجميلة، بهجة الأعياد ولمسة المناسبات، وقطع فنية غاية في الروعة والجمال. تطورات سريعة مرت على فن تزيين الكيك منذ كانت البداية في النصف الأول من القرن التاسع عشر، عندما حاول خباز فرنسي أن يبتكر طريقة جديدة لتقديم مخبوزاته بشكل فني. فبهر الجميع بهذا الفن، وأصبحت هذه القطع الفنية تقليداً رائعاً ومجالاً خصباً للابتكارات، وجزء هام من احتفالات المناسبات والأعراس وأعياد الميلاد في جميع أنحاء العالم. ولم يعد صنع الكيك خلط لبعض المكونات، بل أصبح موهبة وفن وإبداع ومجال كبير للمسابقات والمنافسات لدقة التفاصيل وتناسق الألوان والطعم المميز. الإبداع ليس له حدود والفن ليس له نهاية. كتير بيفتكروا أن الفنون التشكيلية قاصرة فقط على الرسم وعلى اللوحات، لكن النهاردة هنتعرف على نوع مختلف من الفنون، فن صناعة وتجميل الكيك. فن مميز جدا بيعتمد على تناسق الألوان ودقة التفاصيل وأيضا على الطعم المميز. النهاردة معنا مصممة محترفة وفنانة في تزيين وتجميل الكيك، الفنانة أميمة قرشي. برحب بك يا أميمة. أهلا يا منار، منورة. طبعا احنا نتكلم على الفن ده، ان اللي بيقوم بيه لازم يكون عنده شغف وحب للفن بشكل عام، مش بس يعني موهبة بسيطة، لكن لازم يبقى عنده حب وابداع في هذا المجال. قولينا بدايتك كانت ازاي، وازاي حسيتي ان انت حابة هذا المجال من الفنون عشان تتميزي فيه؟ البداية حبي لأي هاند ميد، يعني من صغري وانا بحب اي حاجة فيها هاند ميد، وكمان لما تكون حاجة فنية، رسم، أشغال يدوية.
الطبخ بقى والحلويات دي يمكن هوايه كانت من وراثة من ماما الله يرحمها. لما كبرت شويه لقيت اكتشفت كده في تطور رهيب في صناعه الحلويات، كان بتشدني بشكل غير عادي. يعني كل ما اتفرج على حاجه كده يعني ادور وراها، طب شكلها ايه، طب واقفه ازاي. المهم فاهتميت بقى ان انا ايه اجرب حاجات كتيره في البيت. لما لقيت اهلي في البيت بقى كلهم عاجبهم الحاجات، حبيت ادخل الموضوع بقى بشكل احترافي، يعني ادرس الموضوع افضل يعني. وبدات اخد كورسات عشان افهم اكتر. وحقيقة كان حته عندي حته الموهبه، مع عندي فضول رهيب في التعلم، وان انا اعيد وازيد واشتغل واهدر خامات بشكل غير عادي لغايه ما وصلت كتير خامات. يعني اللي بيتعلم مش بالسهل، خصوصا في المجال ده. متهيئ انا خدت كورسات كتير، لكن حقيقة بص اللي طلعيه من ايدك بايدك يعني هو بالظبط هو ده الاساس. يعني في حاجات كتيره تعمليها تدرسيها تشوفي في في كتابه او تقريها حاجه، وانك تعمليها بايدك حاجه تانية خالص. بتلاقي حاجات بقى انت بتضيفيها بتغيري فيها مش ماشيه معاكي، عارفه. المهم انت تكوني بتشتغلي اكيد يعني. ف هو حاجه كده انا حباها، يعني انت تقولي حاجه فنيه وانا بعتبر كده بصراحه من حاجات الفنون الجميله. يعني تخيلي لما بترسمي لوحه تبقي مبسوطه ازاي، ولا تنحتي شكل السيم بقى ونحاتي وكلي ثلاثة مع بعض. طبعا بحكاية كلي دي تحسي بقى بان انت عملتي حاجة جميلة. بالظبط بالظبط يعني هو حقيقة فن فنون جميلة جدا. يعني بصي انا اتعلمت حاجات كتير في الحلويات، لكن تزيين الكيك تحديدا ده بقى اللي هو شغف عندي رهيب بحبه جدا. يعني طبعا موضوع شغف ان انت عندك ان انت تحبي موضوع الكيك وتدوري على التزيين والحاجات دي، يمكن بدأ في السنين الأخيرة يكتر جدا، اللي هو وخصوصا مع بداية ظهور الانترنت وان احنا نشوف الحاجات دي بتتعمل ازاي ومراحلها والكلام ده. التحويلة دي حصلت عندك ازاي، ان انت تعملي كيك عادي في البيت وفجأة يعني تعملي بقى اشكال منها ونحت وحاجات كده؟ هو زي ما بتقول الموضوع انتشر، لان طبعا الميديا دي دخلينا كل حاجة. يعني بقيت اتفرج على حاجات كتيرة خالص، وبذات شغل الاجانب كمان رهيب في الحاجات دي. وابحث اقعد ادور واشتغل واعيد وازيد يعني لغايه ما توصلي. وبعد كده ساعدتني الفكره ان انا بقولك انا من صغري بحب الفن، يعني احب ارسم. انا كنت في مثلا كيك معين او طرات معينه بشوف شكل حاجه كده وعايزه انفذها. مش لازم تبقي شايفاه متنفذ، يعني ممكن تجي لك الفكره خاصه بيك. لا مش لازم، يعني ممكن اشوف حاجه كده قدامي، لعبه اطفال اي حاجه كده، واقوم ايه عايزه انا اخد مقاسات كده واظبطها وانفذها. موضوع ان ارتباط الكيك ده بالمناسبات، يعني متهيألي كل مناسبه ليها انواع كيك مختلفه، صحيح كده؟ شوفي زمان كان الكيك تقريبا او تورت معظمها بتاخد شكل واحد، يعني الشوكولاته والفاكهه بالظبط كده. دلوقتي التورت ارتبطت فعلا بالمناسبات، تورت الافراح ليها شكل، عيد الميلاد ليها شكل، التورت كمان ارتبطت بفكره بتيجي الواحد، يعني الناس بقى عايزين يخلدوا ذكرى معينه بشكل معين، زي تورت الهانيمون وتورت الحنة، تورت الأطفال الكرتون اللي بيختار كل طفل بعايز كرتون معين بيحبه بعايز يعمله، تورت الوظائف بقى من دكتور لمحامي لمهندس لقاضي، كل حاجة قبل للتنفيذ في الكيك بقى بصراحة. يعني
كمان زي ما حصل ثوره في الموضوع ده كمان حصل ثوره في الخامات، يعني ان الخامات بقت مختلفه ويمكن برضو في فترات ما كانتش بتوصل لنا هنا في اسوان او في الصعيد بشكل عام، دلوقتي بقت بتوصل الحاجات دي ولا بتعاني عشان توصل لها؟ هو دلوقتي في حاجات كتيره بصراحه في اسوان ما شاء الله يعني فتحت متوفر خامات. بالنسبه لي انا معظم خاماتي لحد ما لغايه دلوقتي بجيبها يعني من القاهره او اي حد، معظمها كان بيبقى مستورد، فاي حد ناس من بره اقول هات لي كاسه هات لي كاسه شد شوكولاته الوان يعني بتعمل لي كده. الخامات والادوات في عالم الكيك سبحان الله يعني حاجه. انا فاكر ان اول مره خدت كورس كان واحده هي كانت المانيه بس اظنها من اصل عربي، فرحت كاتبه لي لسته ادوات اجيبها. فانا فاكر ان اول مره دخلت محل الادوات وكاني فتح لي مغاره علي بابا كنز. انا قلت ايه ده، ايه مش عارفه اجيب ايه واشتري ايه واعمل ايه، هي عالم رهيب، عالم جميل 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 فوق ما تتخيل. فطبعا لا الحاجه الدنيا اختلفت خالص، يعني انا بحس بمتعه رهيبه مجرد ان انا اتفرج على ادوات الكيتك طبعا والخامات. طبعا الحاجات دي على فكره سهلت كمان لست البيت، يعني الست البيت اللي بتستصعب انها تشتغل ده في دلوقتي كل حاجه جاهزه، يعني حتى مش هتتعب نفسها وتحط مقادير وتعمل، يحطوا لها كل حاجه جاهزه وتشتغلها اللي مش عايزه تتعب. في فتره من الفترات عشان تعملي كيكه ناجحه اصلا كانت معاناه، دلوقتي بقت الحاجات بتبقى مكونات جاهزه موجوده في اي سوبر ماركت او في المحلات الخاصه بالحلويات بتسهل لك كتير، والادوات كمان زي ما انت قلتي كده بقت كل حاجه عشان ترسمي الورده المعينه ليها قمع معين، عشان ترسمي شكل ليه اسطمبه معينه. احكي لنا بقى عن العالم الادوات ده وايه اللي انت اكتشفتيه بنفسك قبل ما تكوني خدتيه في ده. شوفي الخامات انواع الكريمات مثلا فوق ما تتخيلي، كريمات السائلة اللي هي كريمة القف أو كريمات الخام البودر سواء خام أو بسكر، الأمواس أشكال وأنواع الفراولة فانيليا كل أنواع شوكولاتة كل حاجة، الكريمات الزبدة والموس يعني فما هي كل دي حشوات للكيكات والتورت يعني. فالخامات بقى لا تعد، كمية أنواع الخام فعلا كتيرة جدا. الأدوات بقى كل ما تتخيلي يسهلك شغلك. ده يعتبر أداة؟ يعني هل ممكن مثلا انت تبتكري أداة تساعدك في حاجتك ولا لازم تبقى جاهزة؟ يعني انت فكرة في تورتة مثلا معاش تورتة الشيشة دي، انا كنت عايزة اطلع الدخان هنا، كنت عاملة فحم ودخان وحيانا كنت حيرانة احدى افكر فسهل الفحم عملت عجين السكر مش عارفة اورنج مع اسود مع رمادي، الدخان بقى اجيبه ازاي فاهمة، كان هو ممكن غسل البنات بس كان دنيا ليل وما كانش صعب ومش قاعده افكر. فافتكرت ان تعرف الفطورات في حاجات بنحطها احيانا غير قابله للاكل، مش كل حاجه بتبقى قابله للاكل. فالفايبر بتاع الخدديات بتطلعها كده بتاعتها من فوق كده من فوق احطها بس عايزه ادي في الصوره تاثير الدخان. والحقيقه التوته دي عملت يعني قصه فالحكم والاختراع يعني بتفكري ايه اللي محتاجاه. انا كتير بقى حاجات كده ابقى انا بشتغل ومش عارفه تطلع ازاي، اقعد افكر فاهم ادور واحتار طول الوقت لغايه ما اطلع مثلا فكره بشكل بحس يبقى اقرب للطبيعي خالص. احكي لنا كده عن الثوره الجديده في يعني مش كله بقى تورت ومش كله حاجات، لا في حاجات جديده طلعت، يعني الشكل الجيلي ده صيني اصله مش كده؟ بصراحه مش عارفه صيني ولا ايه الامانه، مش عارفه شكله بس هو حاجات اللي يعني بهرتني. بشوفه دايما الصينيين هم اللي بيعملوه. لا كتير، لا ده هو منتشر جدا الجيلي ده. هو هقول لك حاجه، يمكن عشان في ماده معينه بتتعمل اللي احنا بنعملها هنا بالجيلاتين مش عارفه اسمها اجار تقريبا، بتعمل مع حشائش او تحلب البحر في شرق اسيا، جايز يكون يعني جايز يكون ربما موضوع الصين. انا بحب الجيلي بقى جدا، فلما كان في شفت حاجات ناس بتعمل واحده بتدي كورس جيلي سيده فاضله يعني، وانا من الحاجات اللي بعشقها الجيلي فعملته جيلي. ده جيلي هو جيلاتين طبعا، بس طبعا جيلاتين منكه بنحط فراوله او صوص اسانس فراوله. جيلي الابيض مش كده؟ جيلاتين الابيض. جيلاتين ابيض جيلاتين حلال الابيض، وبنحط له بقى عشان النكهه لا الاول بنحط طعم يعني فراوله كرم يعني انا ده في كراميل وفي فراوله اورنج اي حاجه. وبعد كده بقى ليه ادوات معينه ببقى عايز اعمل بقى ورده عباد الشمس اي حاجه اي منظر عايز اعمله بالجيلي برضو فبشتغل بيه، بس هو عايز روقان وطوله بال كده طاقه شديده يعني عايزه عشان كله عايز راحت احيانا كنت اقعد على حاجه كده
لما يكون في مسابقه تحديدا ابقى قاعده مثلا يومين من الصبح لغايه بالليل كده قاعده ما بتحركش على حاجه كده يعني بس مستمتعه يعني كله داخل الولاد داخلين عليا يا ماما ده بس مستمتعه انا تعبانه فعلا بس بقى جدا جدا فوق ما تتخيلي. فن الرسم على الكيك برضو من الفنون الجميلة اللي هي يعني بتحلك ان انت ترسمي منظر طبيعي او بورتريه او حاجة معينة على الكيك. قولي لنا برضو الفن ده ازاي وايه التكنيك بتاعه؟ الرسم على الكيك دلوقتي فيه كذا طريقة. في رسم بالفرشة، بتختاري منظر، بيختاروا منظر وده بتبقى مفروض بتبقى موهبة قوي، يعني انها بتعرف تطلع الرسم بالظبط، ترسم نفس الرسم على الكيك، فرشة والوان طبعا غذائية. في رسم بالاير برش، دي جهاز بيبقى بيرش الوان وبرضه بنشتغل بيه رسم على الكيك، او بنكون عايزين نحط الوان كده في كذا منطقه يعني، فبيبقى سهل بالجهاز ده. بتختاري اي منظر طبيعي، وطبعا معظمها المناظر الطبيعيه او ممكن بورتري يتعمل، و شخص يتصمم ويترسم، سواء بترسم مباشره على الكيكه او بنرسمه على حاجه بره زي عجين سكر مثلا ونقطعها ونحطها على الكيكه. يعني اساسا لما ترسمي بره بيبقى اسهل شويه، لو لان غلطه طبعا الكيكه بتبقى صعبه شويه، فتبقى سهله ترسمي بره ونحطها على الكيكه. ده اللي بيفرق بقى عن يعني الرسم اللي بيعمله المحلات مثلا. المحلات بيبقى ما فيش روح، يعني بحس الفنان اللي بيعمل الرسم على الكيك الفنان بقى بتحس ان هو يعني عامل تاتشات كده بسيطه وحاجات بتعبر عنه او بيبقى ليه لمسه تفاصيل شويه كده، هي دي اللي بتفرق ده عن ده متهيألي. يعني خلينا نفرق كده ان شغل المحلات بيبقى شغل يعني ايه استنباط كده يعني، فاهمه حاجات يعني مفيش وقت لان احنا نقعد بالظبط. لكن ديك ديكوريتورز دي بيجي لها بتبقى مثلا عايز ترسم حاجه معينه، تفصيله معينه، تمام، ومناسبه معينه، بحشوات خاصه معينه، فدي كلها مش متاحه في بتبقى في المحلات يعني. وطبعا بتبقى عايزه محلات برضو ايه في الاخر سريعه، الوقت بالظبط يعني الوقت. انت عارفه عشان تعملي مثلا تورته تاخدي فيها يومين او ثلاثة ايام، هو المحل مش هيقعد عشان تطلع بالظبط، هو بيطلع كميه في يوم واحد، عايز يطلع كميه، فده صعب يطلع في المحلات يعني. يعني التفاصيل الصغيرة دي كمان بتفرق، يعني أنا بحس الفنان بيعمل تفاصيل اللي هي بتبقى بسيطة جدا، دي لا يمكن المحلات كمان تعملها. ما هو بقولك هو الشغل التجاري بس هو الموضوع كله وقت، هي وقت 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 وصبر عشان تطلعي حاجه زي كده، وطبعا برضو موهبه. ما هم برضو يعني ما اعرفش اللي بيشتغل في المحلات بتبقى مهنه يعني، لكن اللي بتشتغل كيك ديكوريتورز هم بتبقى عايزه بتطلع يعني الموضوع فني اكتر، عارفه موهبه وفن، مش قصه ان انا اطلع تورته عشان ابيعها ولا تتاكل كده، لا هي الموضوع عندي فن. نتكلم عن الكب كيك، ويمكن ده مجال برضو مختلف وفي ناس كتيره بتشتغل فيه فقط، يعني الكب كيك ده لوحده فن، بيبقى بيتعمل بيبقى معمول بشكل معين ومعمول بمكونات معينة. احكي لنا على الموضوع ده، ويعني ايه بقى اللي بيبقى اساسيات هذا الفن؟ هو الكب كيك هو كب كيك نفس يعني من نفس عجينة الكيك، سواء سفنج او باتر كيك او اي حاجة زي كده، لكن التزيين برضو هو زيه زي الكيك، بتختاري برضو اشكال عايز تنفذيها. تنوع اكتر؟
لا والله واحد مش مشكلة يعني، هو كل حاجة تقدر تنوع فيها. أنا بالنسبة لي يعني الكيك تحديدا أو الطرط هي دي مجال أو أكتر حاجة بالضبط يعني، عشان المساحة أكبر والحجم أكبر فبيديكي فرصة. أنا مش شغل، طب أنا الكوكيز في شغل يعني، شغل الكوكيز ده بيبقى شغل جميل جدا وفي ابداع رهيب يعني، فاهمه؟ لكن ممكن اعمله كده على جنب، لكن الهي بالنسبه لي الهوايه الاكبر التورت اكتر يعني. برضو نتكلم عليها يعني. انت برضو عامله تشكيله جديده ويعني مختلفه، وطبعا الاشكال يعني بيبقى في نحن الايام دي راس السنه وكده، فالحاجات خاصه براس السنه. الكوكيز، الشوكولاته برضو انا بحب اعمل الشوكولاته في البيت، كل دي حاجات معشر يعني بفضل واحد يعملها في البيت. الأمانة بتطلعي الحاجة منتج أنظف وضمن خاماتك وعارفة خاماتك والحاجة اللي بتحبيها بالظبط يعني، مش حاجة هتشتريها ومش هترميها لأنت عاملة الحاجة اللي أنت عايزاها محتاجاها بالظبط. فأنا بفضل معظم الحاجة أن أعملها في البيت، لما يكون في مناسبة بالذات ولا كده بتبقى فرصة. عودت نفسي خلاص وعودت الولاد أن هم كل حاجة نعملها كل مناسبة. لا والله في العادي انا من نوع لو قاعده فاضيه اقوم ادخل على المطبخ اعمل حاجه حلوه يعني. النهارده طبعا انت بتحتفلي بالكريسماس بمنتجات كتير، ويعني يعني ممكن الناس ما تفتكر ان دي مش تورته مثلا يعني، ده عمل فني. هو دي شمع وهي يعني منوره، فطبعا مولعينها اهو عشان الناس تقول ايه. لا هنقطعها برده قدام المشاهدين مش مشكله. برضه انا حبيت ادور على حاجه، انا كنت عامله تبدوب سانتا بمناسبه الكريسماس يعني، وحبيت اعمل حاجه كده ظريفه ومش عجين السكر. هي دي ميزتها مش عجين السكر، دي كريمه بس دي كريمه زبده، والشمع بقى النازل ده شوكولاته. الحاجات دي شوكولاته ملونها لون احمر، والفيونكه دي عجين السكر. المهم والشمعه دي طبعا ده السر بقى. يعني هي شمعة بس محطوطة بطريقة معينة جوه، فتح لها مكان، وطبعا جوه علبة عشان ما تأثرش على الكيكة، بس مجرد ان هي تبقى ظاهرة كده ما بقاش فيها حاجة يعني. وهي وتوتا اصلا ريد فلفل، فمن برضو من الحاجات الحديثة اللي نازلة كده. مش عارفة انا حسيت كده ان هي تبقى اظرف حاجة واخف حاجة واسرع حاجة حياة بصحة الحق اعملها يعني. هي اهم حاجه طبعا ان هي وان بيس يعني، هو الفكره بتجيلك انت وانت بتنفذيها بالحجم وبالشكل وبالابداع ده، فهي بتجيلك الفكره يعني. الحاجات اللي بتساعدنا هو في مواقع للكيك والتورت على الانترنت يعني، دي كمان بتساعدنا خالص يعني. لما اكون عايزه مثلا محتاجه حاجه معينه اعمل تورت على حاجه معينه ببحث بقى، فاهمه؟ ادور عليها وتطلع لي، ادور على الشكل اللي بيبقى فيه. حاجات كتير ناس كتير اتنفذت التورته دي ايا كانت التصميمات يعني، بتبقى موجود حاجات كتيره جدا اتنفذت، فانا بدور على تصميم مثلا قريب من اللي انا عايزاه واشوف كده ايه اقرب حاجه اقدر انفذها واسهلها بالنسبه لي يعني امكانياتنا وكده. يعني تحتفلي بكل المناسبات بقى في البيت يعني، بتعملي كل حاجه مختلفه؟ مش دايما يعني، بس انا طبعا خلاص عودت نفسي والولاد ان اي حاجه نعملها في البيت يعني الافضل يعني. ممكن
يساعدوكي حد يساعدك ولا بيبقى الموضوع بقى خاص بك انت لوحدك؟ لا يساعدوني في يساعدوني في حاجات بسيطه يشجعوكي بعدها ويقولوا لك الحاجه تمام. لا هم اول ما بتدي ماما انت هتعملي شكل ايه فاهمه، فاقعد اقول لهم طب خلينا ما تخلصي هنخلينا ما نخلص خلينا ما نخلص. أميمة يعني نتعرف معاكي على الأدوات بتاعتك والفن ده، يعني احنا اتكلمنا خلاص نظري كده، عايزين نشوف الحاجات دي. اه طبعا كوب ده برضو مرتبط براس السنة، معرفش هو في أوروبا هو هيعمل حاجات الحلوة قوي. جنزبيل جنزبيل وقرفة من الحاجات الجميلة أمانة في الشتاء تحديدا. والكوكيز ده طعمه حلو، حتى ريحته مثلا وانت قاعدة كده تشمي له ريحة ريحته جميلة جدا يعني. فمن انا فكرت شوية حاجات كده مرتبطة بال عملتيها بشكل شجرة عيد الميلاد. بالشكل نحاول، ما انا بقولك بنوفق على قد ما نقدر بوفر خاماتي وتصوري كل للمناسبة اللي هي حاملها، وبحاول اقرب حاجة ممكن تطلع بيها. وطبعا الاسهل ما انا بقولك هي مشكلة اسوان برضو ان احنا بعيد عن القاهرة، ف بيبقى كتير في ادوات محتاجاها مثلا ما بلحقش، بحاول اطوع واي حاجه وانزل اروح لنجار مثلا واروح لحداد واروح عشان اعمل اي حاجه، بس اعمل ستاند اعمل حاجه فالف بقى عشان اعمل حاجه. دورات مثلا بيبقى مهتم بالموضوع ده وعنده الشغف الفني ده يدور على دورات هنا في اسوان ولا لازم ياخدها في القاهره؟ لا هو في اونلاين كتير دورات اونلاين، في عملي طبعا في عملي في اونلاين، وفي من ضمن الحاجات اللي الحقيقه بالساعات احنا اتطورنا المسابقات اللي بتتعمل والمعارض. الموضوع المسابقات ده المسابقات بتتعمل ازاي وبتقدموا لها ازاي وبتبقى الفكره جات لك ازاي والتحكيم فيها بيكون ازاي؟ المسابقات بتبقى بيعلن عنها، يعني بتبقى في جروبات معينه بالفنانين الكبار طبعا بيعلنوا عن مسابقه بسي معين، كل واحد بقى يعمله بنفسه. يعني مثلا سي ان انا كان في مسابقه وقتها عن الربيع مثلا، كل واحد بيتخيل الربيع بشكل ازاي، يعني فكره معينه كل واحد بيتخيل الربيع ده ازاي. عن رمضان مثلا فكل واحد بيتخيل الربيع بشكل معين. المسابقات دي بتبقى فيها احيانا جوائز سواء ماديه او عينيه او احيانا بتبقى تقديريه، ان تتحط غلاف على جروب من جروبات الكبيره المشهوره للكيك. في حاجات تانية اسمها الكولاب، ده الكولابريشن بيبقى تعاون بقى ان مجموعه مع بعض بيختاروا فكره معينه وينفذوها مع بعض فوق انتوا معايا، مش جايزه ومش بيبقاش فيها اول وتاني وتالت، كل واحد برضه بينفذ الفكره بحيث من بتزود يعني ترفع مستوانا شويه وتتعلمي حاجه جديده، غير ده عامل حاجه وده عامل حاجه بتتعلمي منها بقى. فالحاجات دي بقى من الحاجات اللي ساعدتني قوي يعني وزودت مستواي كتير بصراحه، وبتدي روح تنافسيه بتبقي كل مره عايز تطلعي حاجه احلى من احلى من اللي قبلها. بيتم التحكيم على النت برضو مش كده؟ التحكيم على النت او محكمين كبار يعني اساتذه كبار وفاضل فنانين في الكيك فقط ولا فنون فنانين تشكيليين مثلا ولا الكيك بس؟ فنانين بيبقوا عالميين معظمهم يعني ليهم اسماء كبيره في العالم كله يعني. أستاذة أميمة يعني مصممة محترفة وفنانة قديرة، والحاجات فعلا اللي بتعملها مميزة جدا وليها يعني مش شكل عادي بس، لا شكل وفكرة كمان. احنا هنحاول معك بقى نتعرف على الأدوات وتورينا ازاي بنعمل بعض الحاجات اللي انت بتعمليها كده ونشوفها قدام الأستاذة المشاهدين. مشكرة جدا يا منار، نورتوني والله، وكل سنة وانتم طيبين، سنة سعيدة ان شاء الله عليكم، واتمنى تكون الحلقة ظريفة يعني ولطيفة وطعمها حلو.
كده اللوحات رسمت. نشكركم مشاهدينا ونلقاكم الأسبوع القادم في لوحة جديدة من موزايك.